ترافومارين، بزاف ديال الامور اللي مازال ما لا. هو النقاش اللي كاين اليوم على مخطط المغرب الاخضر ولا على الجيل الاخضر، هو نقاش انا بالنسبه لي نقاش صحي. من 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 حق المغاربه يعرفوا الماليه العموميه ديالهم اللي تصرفت اشنا هي النتيجه ديالهم. ولكن انا السؤال اللي كنطرح، لا لو كان ما درناش هذا الاستراتيجيه ديال مخطط المغرب الاخضر ورا المؤشرات اللي عطيتهم لكم، يعني الارتفاع ديال الهكتارات اللي كذا، الارتفاع ديال الانتاج، الارتفاع ديال ايام العمل، غير المساهمه الاجتماعيه في هاد الشق هذا ديال مخطط المغرب الاخضر كانت جد مهمه. مثلا الجهه ديالنا كانت فيها قبل مخطط المغرب اقل من 20 مليون يوم عمل، اليوم كاينه 41 مليون يوم عمل. بالتالي هذا حتى هو راه مكسب كبير. التثمين ديال المنتجات ديالنا كان عندنا واحد الرقم اليوم الدوبل على جوج، الانتاج كان عندنا رقم اليوم الدوبل على ثلاثه، والحليب كذلك اليوم ما كنسمعوا حتى شي حد كيتشكى من هاد الماده، بحيث انه كاين عندنا وفره في الانتاج والحمد لله بالثمنات الجد معقوله. كاين عندنا خلل كما قلنا في بعض المنتجات بحال اللحوم وكذا، ولكن هذا راه شرحت لكم انه راجع للكورونا وما بعد منها، والجفاف سورتو الجفاف، لان التوقف ديال السقيف بزاف ديال الاحواض المائيه. كنهضروا على ديال الشتوكه، البراج ديال بنت تاشفين، نهضروا على ديال القردان حتى هو فيه متوقف ب 50%، نهضروا على إيسن متوقف تماما، نهضروا على طاطات متوقف، زاكوره متوقف، مراكش متوقف، بني ملال متوقف، ملويه في بركان متوقف، الغرب، يعني بزاف ديال الاحواض المائيه. والضغط ولا على منطقه وحده هي اللي هي الشتوكه هنا في المنطقه ديالنا، اللي لولا هذه المحطه تحليه ماء البحر اللي دارت وصوفات هاد الشق الفلاحي والماء الصالح للشرب، كنا غادي يكونوا ماشي غادي نهضروا على الغلاء ولا غادي نهضروا على ما كاينش في المطيشه، ما غادي نهضروش عليها. يعني انا كنظن النقاش مهم ايجابي، ولكن الدور ديالنا حنا هو ان نوصلوا المعلومه ونعطوا النقط الايجابيه وكذلك النقط السلبيه ديال هاد الاستراتيجيات. التثمين داز من 500,000 طن لمليون و200,000 طن، التشغيل داز من مليون و300,000 يوم عمل لقريبة 3 مليون يوم عمل في 2020. واليوم كنلاحظوا في ظل هذا الجفاف وهذه الجائحه اللي كاينه وهاد الامور كلها وغلاء ديال المدخل ديال الاعلاف وكل شيء، اليوم الحمد لله حتى شي حد ما كيهضر على الاكتفاء الذاتي ولا الوفره ديال 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 الحليب، بمعنى انه السلسله ديال الحليب وخاصه في الجهه الحمد لله قدرت انها دير ذاك التوازن ما غير الاكراهات. حنا ماشي كنقولوا راه الجفاف والباتوراج ما كاينش والاعلاف غاليه وناقصه والذره العرفيه ناقصه وهذا الشيء كامل كاين، ولكن الحمد لله قدرنا نحافظوا بالمجهودات حقيقه ديال الفلاحه اللي كيديروا، وكذلك المجهود ديال الدوله اللي دعم هذه السلسله، لا في الدعم ديال لي جينيس ديال العجلات كذا، ديال الاستيراد ديال ابقار الحلوب، ديال كذلك ديال الاعلاف المدعمه اللي حاولت انها دير واحد النوع من الاستقرار والتوازن